ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الرازق عددا من مشاريع القوانين والقرارات، كما ناقش النواب خلال الجلسة العامة سياسة الحكومة بشأن التعامل مع متطلبات واحتياجات قادرون باختلاف وتذليل العقبات أمامهم لتخفيف العبء عن كاهلهم. جلسة جديدة يعقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والقرارات. الجلسة العامة شهدت استمرار مناقشة النواب لسياسات الحكومة بشأن التعامل مع متطلبات واحتياجات قادرون باختلاف وتذليل العقبات أمامهم لتخفيف العبء عن كاهلهم. النواب ناقشوا كذلك أهمية تفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية ودمجها مع المجتمع. أهالينا ذوي الإعاقة السمعية محتاجين إن احنا يكون لهم يعني ممارسات خاصة بهم خصوصا في المجال الرياضي، وعمل ويعني وبقدر الإمكان نعمل على تأسيس اتحاد خاص بهم ويدمجهم بالشكل الجيد. يمكن احنا هناك كثير من الأنشطة متعلقة بتوفير خدمات ليهم، ولكن ماذا عن دمج المعاقين في المجتمع بالشكل الأمثل بعد ما نقدر نوصل لهم؟ يعني فرصة إن احنا معنا بقى التضامن والصحة حقيقة، عاوزين نعرف بالظبط بقى منهم. احنا عارفين الواقع حيث، بس عاوزين نعرف منهم من كل وزارة بالظبط كده ايه التارجت بتاعه في الوقت لاستخراج هذا الكارنيه اللي المفروض زي ما انا قلت سهل ليه، لانه ده ذو احتياجات خاصة وانا حاسبة حاجة. انا عندي وزارة الصحة، احنا عارفين كنوال المشاكل، عاوز اسمع منهم يا فندم. لا يقول لي كده، انا السيستم عندي بيفتح من كذا لكذا على طول، بيستوعب كذا، التارجت بتاعي من اول ما ذو احتياجات خاصه بيقدم لي ده انا بخلصه في ماكسيمم اسبوع، عدين، ثلاثه، شهر، سنه، ممكن اجراءاته بتاخد سنتين نفهم ليه بقى. من جانبها أكدت الحكومة أنها تبذل جهودا مضنية للتسهيل على ذوي الهمم وتقديم خدمات متميزة لهم، مشيرة إلى أنه يتم استخراج البطاقات المتكاملة للحالات المتوسطة والشديدة. الحكومة أوضحت كذلك أنها تقوم حاليا بإثبات الإعاقة عن طريق التقييم الطبي وكذلك الوظيفي، والتي تأتي من خلال الوقوف على الصعوبات التي تواجه الشخص في القيام بالأنشطة الحياتية اليومية. وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وافق النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن حساب ختامي موازنة المجلس عن السنة المالية 2021-2022، وكذلك على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن حساب ختامي إيرادات ومصروفات قطاع الأموال والأملاك للسنة المالية 2021-2022. وهكذا يواصل مجلس الشيوخ مناقشة كل ما يهم المواطن، فضلا عن مناقشة مشاريع القوانين والقرارات التي تخدم المواطنين وتسهل من أداء عمل الحكومة. We'll be right back.